من منا لم يسمع عن الهجمات الإلكترونية ومحاولات الابتزاز والقرصنة التي تعرف بالحوادث السيبرانية إن لم يكن قد تعرض لها؟ في الدوحة نظمت ورشة عمل تهدف إلى إنشاء منصة للتعاون ومناقشة التحديات الراهنة في مجال الأمن الإلكتروني في العالم العربي. الورشة شملت إجراء تقييم للهجمات الإلكترونية والتدريب على التصدي لها من خلال تنظيم مجموعة من المشاركات تحاكي نماذج من التسلل الإلكتروني وتعطيل المواقع. سيناريو المحاكاة مشابه للأضرار التي أصابت بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة، ويطرح كيفية التصدي لها ومعالجتها. هدف التمارين وهدف التعاون اللي يصير بين دولنا هذه هو في نفس الوقت أن في أثناء تصميم التكنولوجيا أو استخدام التكنولوجيا حاول أنك تعزز مبادئ السلام والأمن. فاللي بتشوفونه اليوم في الأيام الجاية إن شاء الله هي تمارين محاكاة، محاكاة للواقع، لمعظم المخاطر اللي شفناها في الواقع على أرض الواقع يعني، فهي محاكاة، ونحاول إن شاء الله قد ما نقدر أن نطلع بنتائج إيجابية، الطاقم كله يستفيد منه وإحنا في دولة قطر نستفيد منه على أساس أن نعزز مقدراتنا للمستقبل. وفي إطار هذا التدريب تم تقسيم المشاركين فيه إلى 16 فرقة تمثل كل فرقة دولة عربية، وتواجه الفرق محاكاة افتراضية لهجمات إلكترونية مختلفة عن طريق العديد من وسائل التواصل كالموبايل والمواقع الإلكترونية، وتتولى مسؤولية التصدي لها والتعامل معها. وقسم أعضاء الفريق إلى مجموعات تؤدي مهام مختلفة، وتتدرب الفرق على التعاون مع الفرق الأخرى إذا لزم الأمر. ويركز التدريب هنا على إنشاء مجموعة من البرامج المحلية والإقليمية التي تتناول المخاطر الإلكترونية وكيفية الإبلاغ عنها والاستجابة للحوادث. وتمنح ورشة العمل المشاركين فرصة لتقييم مدى الاستفادة منها وطرح الاقتراحات لتطويرها في السنوات المقبلة. وتعد إدارة أزمات الأمن السيبراني أداة لمساعدة المؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية للتعامل مع الأحداث التي تلحق الضرر بالمؤسسات والشركات العامة والحسابات الشخصية، حيث تشير التقديرات إلى أن القطاعات العامة تتكبد ما يزيد عن 400 مليار دولار سنوياً خسائر مادية نتيجة الهجمات الإلكترونية. يتراوح عدد الحوادث المتعلقة بالأمن الإلكتروني ما بين 80 مليوناً و 90 مليون حادث سنوياً، كما أن هناك آلاف الهجمات يومياً على مؤسسات حكومية ووزارات دفاع ووكالات أنباء وحسابات شخصية في أنحاء العالم، بعضها يتعرض للتدمير والبعض الآخر للابتزاز. رصدت شركات خاصة الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع البرمجيات الخبيثة زيادة تقدر بثلاثة أضعاف في البرمجيات الخبيثة مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك استهداف للهواتف والتطبيقات الذكية بما يشكل زيادة بنسبة 150% عما شهدته في السنوات السابقة. وأبرز ما شدد عليه التدريب هو الأمن الإلكتروني، الذي أصبح في ظل الاعتماد الكبير على شبكة الإنترنت جزءاً من الأمن الشخصي بل والأمن القومي.